السلام عليكم. طبعا بهذا الفيديو راح نتناول HTML heading. قلنا انه عندنا مجموعة من الهيدنج، ممكن اخذها كوبي بيست من الموقع مالتي. تمام، بهذا الشكل عندنا الهيدنج من H1 الى H6. لو نجي ننفذه هذا هو. تمام زين، انا اقدر اغير الخاصية هذا الهيدنج. على سبيل المثال اغير حجم الخط بالنسبة للهيدنج 1 او 2 او 3. بالنسبة للهيدنج 1 حتى اغير حجم الخط راح اكتب ستايل، اكتب فونت سايز هذا الشكل. راح اقول على سبيل المثال اريده 24 بكسل. اجي هنا اسوي له رفرش، راح نلاحظ انه الهيدنج 1 قل، اصبح 24 بكسل. ممكن انا اخليه مثلا 50 بكسل، رفرشه صار عندي هنا 50 بكسل. هاي بالنسبة كيفية تغيير الخط لأي هيدنج. مجرد ما اكتب ستايل فونت سايز اعطي الخاصية تبعه. لو انقل هذا ستايل لكل هذه الهيدنج هذا الشكل، نشوف ايش راح يحصل. طبعا المفروض كلهم راح يطلعن نفس الحجم. لو اجي اسوي رفرش راح اشوف ان كلهم ظاهرن نفس الحجم. هاي بالنسبة لكيفية تنفيذ الهيدنج وتغيير الحجم. طبعا هذا هو كود تغيير الحجم بالنسبة ل H1 او H2 او باراجراف ايضا. تمام، قلنا هنا طبعا بالنسبة للتايتل اللي هو ويب سايت 2 انا ممكن اغيره. مجرد ما اسوي عراق ارجع لهنا اسوي له رفرش، راح نلاحظ انه هذا التايتل يظهر لي داخل التاب الخاص بالمتصفح. طبعا هذه اسمها تاب. هنا أنا راح يظهر عندي الاسم الموقع وهنا ايقونة الموقع اذا كنت مخلي ايقونة. طبعا بالدروس القادمة راح نتعلم شلون نخلي ايقونة للموقع مثل هذه الايقونة او هذه الايقونة. هنا نوقف هذا الفيديو، شكرا لمتابعتكم.